لفتح ملف تجدد تظاهرات ثورة تشرين ورفض سلطة الأحزاب ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أهلا بكم أستاذ مجاهد. حياكم الله. وعبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط. أستاذ محمد مرحبا بكم. أستاذ محمد هل أنت معنا؟ إلى أن يجهز محمد الخياط. أستاذ مجاهد، ثلاث سنوات ولكن لم تنطفئ جذوة ثورة تشرين رغم القمع والاغتيالات والغياب والإخفاء القسري، بماذا نفسر استمرار الغضب الشعبي وبالتالي بقاء ثورة تشرين في مخيلة العراقيين هي دائما حاضرة في خلدهم؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا يعني جميع الأسباب التي يعني انطلقت بسببها ثورة تشرين لا تزال قائمة. جميع أسس الفساد والفقر والبطالة موجودة في البلد حاليا. يعني وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحدثت قبل يومين أن 2,700,000 عائلة تقدمت بطلب بالحصول على إعانة اجتماعية. وزارة التخطيط تتحدث عن 9 مليون عراقي يعيشون تحت خط الفقر. هناك فقر مدقع يعيشه الكثير من يعني قطاعات المجتمع العراقي بسبب الفساد وسوء الإدارة والمحسوبيات. البطالة 14%. هناك الكثير من أسباب الفساد الذي يهيمن على الدولة، لا استثمار ولا بيئة آمنة لذلك الاستثمار. القطاعات في الدولة التي ترفض الاقتصاد بالقوة والمال جميعها تحولت إلى إقطاعيات بيد الأحزاب والقوى السياسية التي تقوم بتمويل نفسها من خلال هذه القطاعات. وبالتالي لا روافد تخدم البلد ولا تفكر بزيادة السكان والحاجة. مع كل سنة مع كل خريجي الجامعات هناك حاجة لسوق عمل جديدة يستوعبهم. كل هذه الحلول غير مطروحة على الطاولة، وبالتالي يزداد الضغط والشحن داخل المجتمع. ويعني أي مرحلة من مراحل يعني الانفجار متوقعة في المرحلة المقبلة، سواء في يعني مدن الجنوب أو في شماله. تعتقد أن مسألة تغيير رئاسة الوزراء ربما ستطفئ جذوة تشرين أستاذ مجاهد؟ بالتأكيد لا. يعني هناك يعني رئاسة الوزراء استبدلت من عبد المهدي الى الكاظمي ومن ثم الى السوداني، لكن ثقافه التظاهر هنا تشرين دخلت الى داخل المعادله السياسيه العراقيه. كطرف فاعل ومؤثر داخل هذه المعادله السياسيه بعد ان كان الفاعل الشعبي خارج السياق. يعني كانت الاحزاب والقوى السياسيه والقوى المسلحه تعمل ضمن المظله الايرانيه، تتفق وتتوافق فيما بينها وعلى تقاسم كعكة السلطة بعيد عن أي دور وتأثير من قبل القوى الشعبية. لكن تشرين أدخلت هذا العامل الذي يعني جعلت من الديمقراطية ديمقراطية حقيقية وأسقطت حكومة عبد المهدي فيما مضى. ولا تزال ثقافة التظاهر موجودة ومتجددة. طيب أستاذ محمد الخياط، أجدد الترحيب بكم. عام جديد مر على ثورة تشرين، كيف ترون مسار الثورة؟ هل أن ثورة تشرين ماتت كما يحاول إعلام النظام أن يصورها للمتلقي العربي والعراقي؟ أخي العزيز، تحيات لكم ولضيفكم الكريم ولمشاهدكم الأعزاء. الحقيقة الذي يقول هذا الكلام بالنسبة للسياسيين أو بالنسبة للذين هم داخل عملية سياسية هم حقيقة واهمون ولا يعرفون بأن الشعب العراقي لا يمكن أن ينام أو يسكت على هذا الظلم وهذا القمع وهذا الاستهتار وهذه السرقات وهذه الفوضى التي تحدث. الحقيقة إذا أتحدث عن الناصرية تظاهراتها مستمرة لغاية اليوم ولغاية حتى قبل ساعتين من الآن، وهذا دليل واضح بأن الحكومات التي تعاقبت منذ عام 2003 ولحد الآن والشعب العراقي يعاني من أبسط الحقوق، أبسط حقوق المواطن لم تحقق كل هذه الحكومات التي جاءت في هذه الفترة.
الذي يقول بان التظاهرات ماتت هذا جزء من نظام سياسي يحاول ان ينقل الاشياء التي حقيقه تعطي صوره سلبيه عن التظاهرات، تظاهرات مستمره حاصلت حكومات عديده، المالكي بحكومتين ومن ثم حجر العبادي ومن بعده جاء عادل عبد المهدي والكاظمي والان السوداني. نعم. والتظاهرات مستمره وانا لي الشرف ان اكون مشارك في كل هذه التظاهرات ضد قطع الشيش ولحد الان. لذلك نحن القتاده هنا وهناك، ولكنها التظاهرات لا تموت يا اخي، لان التظاهرات هي خرجت من اجل اسقاط هذه العمليه السياسيه، لا قد بقيت الامور التي تحدث هذه الجماهير المحتشمه اليوم في الناصريه ايضا ما هي الا جزء كبير من هذا الحراك الاحتجاجي الرافض في هذه المنظومه السياسيه الفاسده والفاشله والتي تستقطب الاحتلال وتستقطب قوات الاحتلال على أبناء بلدي، وهذا خير دليل على فشلها. سعود إليك أستاذ محمد، أنتقل للأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، هذا الغضب الشعبي كما تفضلتم الناتج عن الحالة الاقتصادية المتردية، انعدام الخدمات في كافة مؤسسات الدولة، صراع الأحزاب على السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية لها ولأحزابها، هل ترون أن هناك ربما مشاريع للحلول تطرحها حكومة السوداني، تعتقد ذلك؟ طبعا يعني جميع هذا يعني الظروف او البيئه التي ولدت تشرين لا تزال قائمه، وبسبب ذلك يعني هناك بعد ازمه الانخفاض سعر صرف العمله قبل ايام كان هناك ضغط شعبي ومخاوف من تجدد الاحتجاجات. ما فعلته حكومه الكاظمي هي الموافقه على تثبيت اصحاب العقود والمحاضرين المجانيين البالغ عددهم يعني تقريبا 290 ألف محاضر. نعم. هذه الحلول زادت من يعني أن قطاع الوظائف، وهناك بطالة مقنعة في الدولة. زادته ترهلا، وهناك يعني الكثير من الأحزاب تستخدم هذا الملف بنوع من شراء الأصوات أو شراء رضا الناس بطريقة أو بأخرى. فهذا طبعا هذه الحلول حلول ترقيعية، هي عالجت مشكلة ضغط شعبي مؤقت لكن أضافت ثقل على كاهل الدولة، لأن لأن هذه بالرغم من أن هناك حاجة حقيقية لكن يعني لابد أن يكون هناك يعني تخفيض يعني حجم وأعداد الموظفين في قطاعات وتركيزهم في قطاعات أخرى. لكن هنا الحل حل ترقيعي. السيد وزير الداخلية أيضا زار الناصرية والتقى ببعض شيوخ العشائر. شيوخ العشائر تحدث معهم وتحدثوا جميعهم عن الظروف الاقتصادية والفقر والبطالة. هناك نوع من التحذيرات من قبل حكومة السوداني، محاولة يعني إيجاد ثغرات معينة في هذا الضغط للتنفيس من أجل الاستمرار لفترة أطول في الحكومة، لأنهم يتوقعون أن هناك تظاهرات قادمة مع تراكمات الفشل وعدم وجود حلول حقيقية تنقذ يعني تعالج الكثير من الأزمات وأبرزها مشاكل البطالة والفقر وسوء الإدارة والخدمات. سنأتي على موضوع تجدد التظاهرات في عام 2023، ولكن دعني أنتقل للأستاذ محمد الخياط. أستاذ محمد، إلى أي مدى ترى أن تظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانيين يمكن أن تعيد للثورة زخمها، كما كانت كما تعرفون أن شرارة تشرين انطلقت من البصرة حيث تظاهروا للمطالبة بوظائف، هل شرارة تشرين ستعاود الظهور في العاصمة بغداد وبقية المناطق، تعتقد ذلك؟ أستاذ العزيز، حقيقة يعني نحن نلاحظ هناك تنسيق كبير بين المحافظات، يعني هناك تم تشكيل تنسيقيات من بغداد إلى البصرة وأيضا في الناصرية، هناك تنسيقيات وهذه التنسيقيات هي جزء من هذا الانتباه في الشعب. وهذه الحلول كما تفضل ضيفكم الكريم، هذه الحلول الترقيعية التي تزداد يوما على يوما بعد يوم على هذه على هذا النظام الحاكم الموجود. ونحن نعرف جيدا بأن هذا العلاج الذي تقوم به الحكومة هي في سبيل في الوقت لا أكثر، ولا ماذا يعني بأن هناك أكثر من 150 أو 160
ألف خريج في العراق، أين يتم تعيينهم؟ العراق يمكن في الدرجة الأولى من ناحية التعيينات على المناخ الدائم، وهذا دلالة على فشل الحكومة بتوفير الجوانب الاستثمارية بسبب الوضع الأمني وبسبب القضايا الاقتصادية وبسبب أيضا عدم ثقة الدول التي تريد الاستثمار هنا في العراق بسبب هيمنة الميليشيات. لذلك هذه الحلول حقيقة لا تقدم شيء للعراقيين. الخريجين الذين يتظاهروا اليوم في الناصرية، الذين يتظاهروا اليوم في العراق أيضا في بغداد، ونحن نعلم جيدا ومشاهديكم الكرام أيضا يعلمون جيدا بأن الطلبة والخريجين كانوا هم الشرارة الأولى للتظاهرات التي خرجت في أكتوبر في عام 2019، وهي اليوم أيضا تعيد نفسها من جديد. أو نقول أستطيع أن أقول يعني على وأقول جازما بأن الذي يجي الآن هو هذه التظاهرات التي تخرج بالآلاف اليوم بالناصرية. نعم. هذه التظاهرات التي تخرج تذكرنا بالأيام الأولى لانطلاق شهر ثورة أكتوبر ضد هذا النظام السياسي. الفشل الحقيقة أنا أعرف جيدا بأن هذا النظام السياسي هو بني على باطل، وبني على باطل فهو باطل. لذلك نحن نرى بأن في كل يوم في كل القطاعات، تصور أنا أقول لك صورة من الحبوبي، تصور بأن حتى عمال الأجور اليومية الآن هم مضربين عن العمل، واليوم الرابع لهم عمال الأجور البلدية لهذه النفايات تتكدس في مركز مدينة الناصرية، وهناك صور قاتمة حقيقة وفيديوهات ممكن أن أزوجكم بها ما موجود في الناصرية. هناك ناس أو أقدام من النفايات في الشوارع بسبب إضراب عمال البلدية، كل هذا يؤدي إلى رفض النظام القائم الآن. وهذه الاحزاب التي هيمنت وفشلت في كل شيء، الخريجون في تظاهرات، في الجهات اليوميين في تظاهرات، وعمال البلديه في التظاهرات، ونحن في التظاهرات، وكل منا نحن حقيقه في كل ساحه التظاهر. انا اليوم لم اقصد بان هناك محافظه لا يوجد فيها تظاهر، تشين هي موجوده اصلا، موجوده كروح في تذكرنا، موجوده كروح لكننا نحن بالنسبة لنا نحن خرجنا ضد هذا النظام السياسي. نعم. ليست لنا مطالب جهوية أو في مطالب مطلبية شخصية في هذه الخانة في هذا المفصل. أستاذ محمد، في هذا المفصل أتوجه بسؤالي لأستاذ مجاهد. أستاذ مجاهد، الشعارات التي رفعت هذا العام من خلال المتظاهرين أيضا لم تخلو من الهتافات المنددة بسلطة الأحزاب. هل أن المشكلة في العراق هي في الأحزاب نفسها التي تسيطر على حكم البلاد؟ وهل تتوقعون في عام 2023 أن تكون هناك ثورة تشرين جديدة؟ طبعا المعضلة يعني جزء من يعني الأزمة المركبة في العراق هو الأحزاب السياسية، لأن بطبيعة الحال طبعا الأحزاب السياسية يعني في العراق هي ليست أحزاب بالمعنى الحزبي. نعم. هناك زعيم سياسي ينتمي لعائلة معينة دينية أو سياسية، هناك زعيم معين يلتف حوله الأتباع يؤسس يعني مظهر من مظاهر الحزبية، لكن بمعنى التنظيمي للحزب والأديولوجيا والبرنامج ليس هناك يعني عمل متكامل حزبي في العراق. هناك أداة اسمها الحزب، من خلالها يصل هذا الطرف أو ذاك إلى السلطة. وفي نفس الوقت هذه الأحزاب السياسية هناك نوع من الاندماج ما بينها وبين الميليشيات من جهة، وبعض القوى العشائرية، بعض أصحاب رؤوس الأموال، بعض أصحاب المصالح ولوبيات الفساد، هناك نوع من التداخل بينها وبين مجموعة أصحاب مصالح بشتى تصنيفاتهم. لكن ربما يكون السبب الأساسي كونهم في الواجهة، هم السبب الأساسي في ما وصل إليه البلد، لأنهم هم الذين يحافظون على مبدأ المحاصصة الذي يضمن الفساد بالضرورة، وبالتالي يمهد أو عفوا يمنع أي خطوات إصلاحية ممكن أن تحصل. أما فيما يتعلق بتجدد التظاهرات في العام المقبل، كل أسباب التظاهرات حاضرة وموجودة. والبيئة التي أنشأت تظاهرات يعني تشرين وما قبلها والرفض لهذا النظام متوفرة، يعني تظاهرات عندما حصلت في المدن الغربية في عام 2013 و14، الاستفتاء الكردي، التظاهرات تشرين،
كل هذه السلوكيات السياسية هو تعبير عن رفض النظام. هذا الرفض لا يزال موجود. موجود. نعم. موجود داخل البيئة الاجتماعية. نعم. ويزداد مع مرور الزمن. لكن المؤشرات إلى الآن مع الوفرة المالية تقول بأن التظاهرات ممكن أن تحصل إذا تغيرت أسعار النفط، لأن البلد كما تعلم يعتمد على سعر النفط المرتفع حاليا. نعم. لكن فيما لو انخفض وتغيرت الموازين، موازين القوى والأبعاد الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر على حياة المواطن، ستحدث تظاهرات بالضرورة. وهناك تظاهرات يعني حتى سماها أحد الباحثين بالتظاهرات الصيفية، يعني هناك كل صيف مع انقطاع الكهرباء هناك تظاهرات. مع الضغط ويعني الفساد المستشري وغياب الإصلاح هناك تظاهرات. فإذا ما يعني اتحدت هذه القوى، وتحديدا هنا إلى الآن التيار الصدري في حالة سكون وبعيد عن المعادلة. نعم. قوة نعم. تشرين لم تعبر عن أي سياقات جديدة بعد أن فازت في الانتخابات. نعم. ببعض المقاعد. هناك تغيرات ممكن أن تحصل في العام المقبل. نعم. من الممكن جدا أن تندلع تظاهرات جديدة، ولن تكون كتظاهرات تشرين، إنما ستكون أقوى وأشد على النظام السياسي. أستاذ محمد إشاع السوداني مع وصوله لمنصب رئيس الحكومة اجتمع مع من قال إنهم يمثلون متظاهري تشرين. اليوم الذي تلاه كما تعرفون وقعت مجزرة في ذكرى أحداث جسر السنك. كيف تقرأ سياسة السوداني مع الثوار؟ هل اختلفت عمن سبقه أستاذ محمد الخياط؟ أستاذنا العزيز، أولا على السوداني وعلى الذين ذهبوا وانتقوا في السوداني أن يعلنوا عن أنفسهم أمام الملأ، أمام المتظاهرين وأمام الشعب العراقي. لا كانوا ذهبوا من أجل مصالحهم الخاصة، وهذا الذي ننظر له بأن أي متظاهر يذهب يطرد باب أي مسؤول ما هو إلا خالي ساحات التظاهر. أنا أتحدث معك بصراحة، منذ أن خرجنا لساحات التظاهر في عام 2011 ولحد الآن، وأي متظاهر يلتقي أو يطرد باب أي مسؤول نعتبره بأن هذا الشخص هو أحد خونة المتظاهرين ولا نتعامل معه. وهؤلاء الذين ذهبوا كنا نتمنى أن نتعرف عليهم ونعرف منهم هؤلاء الذين التقوا بالسوداني. حقيقة لدينا موقف في كل المحافظات العراقية، وبحكم تواجدنا في أغلب المحافظات العراقية وضمن لقاءاتنا التشاورية ومؤتمراتنا التي نعقدها، نرفض أي شخص يقابل أي مسؤول سواء كان السوداني، وقبله كان الكاظمي حين عين بعض المستشارين من المتظاهرين والذين سقطوا الآن بعد أن ذهب الكاظمي ذهبوا معه. ونحن لا نرتبط كمتظاهرين، لا نربط أنفسنا بأي حكومة أو بأي مسؤول. والذي يذهب يقابل بعض المسؤولين سواء كان السوداني أو من يأتي بعد السوداني أو قبل السوداني، هذا لا يمثل المتظاهرين. المطالب العامة هي ترفض النظام السياسي. التساؤل الموجود لنا، كيف الإنسان يرفض النظام السياسي ويمد يده ويصافح بعض المسؤولين في النظام السياسي؟ هذا موقف حقيقة يعرفه الجميع، يعرف موقفنا نحن كمتظاهرين خرجنا طيلة هذه السنوات. لذلك كان العزيز تعقيبا على ضيفكم الكريم، أقول لا توجد لدينا أحزاب. لا توجد لدينا أحزاب، الحزب السياسي لديه نظام داخلي ويعمل لخدمة البلد. هؤلاء حقيقة مجموعة من العصابات ومجموعة من الميليشيات تعمل بكل، يعني عندما تخالفهم بالرأي يقومون بالقتل، وقدمنا العديد من الشهداء، وأيضا لدينا العديد من المخطوفين، لا لشيء سوى لأنهم قالوا لا لهذه ما تسمى بكتب الأحزاب كما سماها بيتكم الكريم. نحن نقول هذه عصابات وهذه ميليشيات مسلحة تقتل على الهوية وتقتل كل من يعارضها على أي شيء. وأنا شخصيا أيضا تعرضت لهذه الأمور، لا يتحدث عن الجانب الشخصي، لكن أنا جزء من المتظاهرين أو متظاهر حالي من حال المتظاهرين الآخرين. لذلك أنا أقول كلمة، نحن لا نسمي هذه الأحزاب بأحزاب. الأحزاب السياسية تعمل في قضاء عامة وتعمل في الضوء وبدون سلاح. ولذلك أنا أقول كلمة أيضا، أضيف كلمة أخرى، أسباب ربنا بعجالة هذه الدورة الثالثة. نعم.
أنا أشكرك من الناصرية الناشط في التظاهرات محمد الخياط، شكرا جزيلا لكم، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي ضيفا في الاستوديو، شكرا جزيلا أستاذ مجاهد.